تجيب لي حاتم، تجيب لي الدستور هنا. اه بسم الله. السيد الرئيس، السيدات والسادة، ثورتان عظيمتان قامتا، وشعب مثقل بالهموم يطالب بحقوق مشروعة طالما حرم منها، وبحريات مستحقة طالما حجبت عنه، إرث ثقيل من الظلم وتقديم أهل الثقة، عقود طويلة من القمع السياسي والتهميش الاقتصادي قادت جميعها لثورة شعبية نبيلة في 25 من يناير، تكللت بدايتها بالنجاح. ثم سرعان ما انحرف المسار، وتم اقتياد ثورة شعبنا إلى طريق غير الذي أراده، فانتفض الشعب مرة أخرى مصححا للمسار ومستعيدا لثورته في 30 يونيو. ونجح الشعب للمرة الثانية، ولكنه هذه المرة قد وعى الدرس، فصان إرادته وتعهد أحلامه بالرعاية، فأخذت تتحقق حلما تلو الآخر. إنني اليوم كمواطن مصري أثق في أننا قد وضعنا أقدامنا على بداية طريق الديمقراطية، فبعد أن كنت أرى فقط بدايات شعاع الأمل، بدت أرى ضوءه واضحا جليا على طريق رجاء طويل صعب، لكنه الطريق الصحيح، وسيقود وطننا نحو آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا. فجر يوم جديد أطل على وطننا بعد ليل مؤرق طويل. آن لكل الشرفاء أن ينعموا في هذا الوطن، آن لكل المظلومين أن يستردوا حقوقهم، آن لكل البسطاء أن يعلموا أن وطنهم الآن يعترف بحقهم في الحياة، آن لكل ضحايا الفقر والجهل والمرض، آن لكل ضحايا الفقر والجهل والمرض أن يدركوا أن وطنهم سيبدأ حربا لا هوادة فيها ضد كل مثالب الماضي. شعب مصر العظيم، إنني الآن أكثر ثقة واطمئنانا، ثقة في قدرتكم على التقدم والعمل والإنجاز والتعاون مع رئيسنا الجديد لبناء مستقبل وطننا، واطمئنانا لأن مستقبل أبنائنا سيكون أفضل بإذن الله. إنكم تثبتون بمرور الوقت واختلاف التجارب أنكم على قدر المسؤولية، فكونوا دوما كما عهدناكم، ولنعلم جميعا أنه لا أحد منا منزه عن النقص والعيوب. فابحثوا في أنفسكم عن المزايا وزكوها،
وحددوا العيوب وصححوها، فالوطن لم يعد يحتمل استمرار صراعات قديمة أو تأجيج صراعات جديدة. اعملوا من أجله ولصالحه، وكونوا على ثقة أنه لا جزاء للإحسان سوى الإحسان. السيد الرئيس، السيدات والسادة، لقد استمع للشعب المصري كثيرا خلال عام مضى، وإن رأى البعض أنني لم أتحدث بما يكفي وهم يتطلعون وأنا معهم، للاستماع إلى من أوليناه ثقتنا ومنحناه أصواتنا ليكون أمينا علينا وعلى هذا الوطن، يدعمنا لتحقيق أحلامنا وندعمه لينجح في مهمته الوطنية. نبتغي رفعة لهذا الوطن ورفاهية لأبنائه. السيد الرئيس، خالص تهنئتي على فوزكم بثقة الشعب المصري مرة أخرى، في ثاني استحقاقات خارطة مستقبلنا. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مهامكم ومسؤولياتكم الجسام، وإنه لا يشرفني أن أقدم لكم ثمرة استحقاقنا الأول، دستور مصر الجديد، دستور كل المصريين الذي يمثل القانون الأسمى في البلاد ويرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم. ومن جانبي فإنني سأسهر من موقعي الذي عدت إليه اليوم كرئيس للمحكمة الدستورية العليا على احترامه وتطبيق أحكامه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.